فكرة لجنة التظلمات النهاردة عاملة حاجة غريبة جدا. يعني هي لجنة التظلمات تدرس إدراس أو الانضباط، يعني إصدار عقوبة ضد شيكابالا رغم صلح مرتضى. هو لولا أن مرتضى منصور قدم شكوى أنتوا ما كنتوش هتبحثوها. خلينا نتكلم بس بصراحة، فخلاص الناس اتصالحت، الراجل طلع قال خلاص احنا اتصالحنا، خلاص قال بمثابة الابن والموضوع انتهى. طب ليه بقى؟ انا مش فاهم ليه. يعني لو من الاول انتوا بتحققوا تعظيم سلام، لو من الاول انتوا بتقولوا احنا هنحقق وهنشوف والعقوبه، ولا اقدر افتح بقي اتكتم. لكن انتوا ما اثرتوش الموضوع. اللي اثر الموضوع مرتضى منصور، واللي نهى الموضوع مرتضى منصور، والراجل راح النيابه النهارده وخلاص قال خلاص، قال بمثابة ابني خلاص الموضوع انتهى. هو في ايه؟ يعني هي حلوة مثلا؟ ولا ده بيرقصها راجل محترم جدا فاضل جدا، المستشار عادل الشراجي ده راجل هايل، انا بحبه جدا وبقدره جدا على فكرة. بس هو في ايه؟ ليه؟ انا من الحقيقة والله ما فاهمها. لو لوائح على راس راسي من فوق. على فكرة انا عايز احيي مرتضى منصور، تستغربوش، لانه قال انا حبط الانتخابات الزمالك وابطلها، وقال انه المجلس ده هيتحل واتحل، وقال انه بعد 48 ساعة الحكم هيتنفذ واتنفذ، بل انه بادر بالاتصال باعضاء مجلس ادارة واحد واحد كمان. راجل خد قضية وكمل، ومسبقا كان عارف نتيجتها، كافح وصبر وثابر، وفي النهاية عمل اللي هو عايزه، نجح في اللي هو عايزه، خلاص شابوه، ارفع له القبعة تماما. الموضوع محسوم. قال حبط الانتخابات، قال كده حبط الانتخابات الزمالك ابطلها، قال المجلس ده هيمشي والحكم هينفذ، نفذ، قال في مجلس إدارة خلال 48 ساعة، جه مجلس إدارة خلال 48 ساعة، انتهى الموضوع، محسوم خالص تماما، خلص.